بتبدا الموسم باهداف، ولما الموسم بيبدا ربما الاهداف بتتغير مع تطور الفريق. اهدافك ايه لنهايه الموسم؟ يعني نفسك توصل بزيد لنهايه الموسم يكون في مكانه فين في جدول ترتيب الدوري الممتاز؟ انا اتمنى ان انا انهي الدوري في مكان كويس، انهي ثاني، انهي ثالث، انهي ما اخرجش من المربع يعني. لكن هي المنافسه الحقيقه صعبه جدا جدا جدا. كل الفرق السنه دي مدعمه بشكل كبير جدا، والفروق مش كبيره صح. كل الفرق يعني لو انت استثنيت اهلي وزمالك وبيراميدز خرجتهم من الاطار ده، لان الجماهيريه والشعبيه والاعلام والامكانيات والخبرات، لو شلت الثلاثه دول بره الموضوع اعتقد كل الفرق الثانيه قريبه من بعض، وقريبه في ان هي تبقى في المربع، وان هي تبقى قريبه من اماكن كمان الهبوط، لان كمان الجاب السنه دي برضو ما بين الفرق اللي في وسط الجدول واماكن الهبوط مش بعيده. فانا بحلم ان انا انهي في مربع او انهي في مكان كويس ثاني ثالث، ده حلمي. لكن يعني البلان المحطوط من النادي وما بيننا وما بين اللعيبه ان احنا عايزين نبقى في الدوري بشكل كويس، بشكل مريح، بشكل بعيد عن مراكز الهبوط. واعتقد ان ده يبقى نجاح بالنسبه لفرقه صاعده اول موسم ليها، دي تقدر بعد كده تبني عليها كريم للسنين اللي جايه يعني. ان شاء الله بتحلم بالمشاركه في بطوله افريقيه الموسم اللي جاي؟ بصراحه نفسي يعني. نفسك ان شاء الله. كابتن مجدي قبل ما اختم معاك، بس انا عايز اقول لك ان انا بشكل شخصي ومهني مبسوط جدا بتجربتك في التدريب في مصر، وانا عارف كويس قوي وبسمع وبسال لعيبه قد ايه انت بتشتغل وقد ايه انت بتجتهد، فاحنا بنفرح ان في مدربين مصريين شباب قادرين يعملوا الشغل الحلو دوت، فاحنا بنشكرك كلنا على انك بتقدم شغل حلو وصوره جيده للمدرب المصري. انا اللي بشكرك جدا يا كريم، ويعني اتمنى كده ان الواحد دايما يفضل عنده نهم ورغبه كده في ان هو دايما يطور من نفسه، ما نفضلش بس نتفرج على المدربين اللي بره ونشوف بيلعبوا ازاي، واحنا مش عارفين الكواليس اللي نقدر نطبق بيها ده او نوصل المعلومه دي للعيب المصري، بحيث ان احنا نقدر نكون سبب في ان نطور ولو لعيب واحد يوصل بالشكل اللي وصل بيه ان شاء الله باذن الله محمد صلاح، نقدر نطلع ثلاثه واربعه وخمسه وسته زي محمد صلاح كده، لان ده بيعود على الكره المصريه وبيعود على المدرب المصري بشكل كبير جدا ان شاء الله. كابتن الكبير كابتن مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق زد، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.